ذلك يزداد حتى يصل الرجل في المنتهى إلى أن يكون منحرفا تماما الانحراف عما كان عليه. والمثل المضروب هنا وفي كل زمان هو عمران ابن حطان. وعمران ابن حطان كما هو معلوم أخرج له البخاري رحمه الله وكان خارجيا جلدا داعيا إلى الخروج، ولكن لم يخرج له البخاري استقلالا. وقصته في انحرافه عن السنة، وكان سنيا جلدا، كان رجلا صلبا في السنة. السنة يعني الاعتقاد الصحيح، اعتقاد أهل السنة صنف الأئمة فيه المصنفات تسمى السنة. سنة للإمام أحمد، للإمام البربهاري، للإمام عبد الله بن أحمد، للإمام ابن أبي عاصم. السنة يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الاعتقاد. كان عمران ابن حطان رجلا صلبا في السنة، وكان جلدا فيها، ليس عنده بدع. وكانت له ابنة عم قد اعتنقت مذهب الخوارج، فأتى إليه هاجس فقال له: لو أنك تزوجت هذه فإنك يمكن أن تعود بها إلى الحقيقة والحق وأن تقيمها على الصراط المستقيم. فصنع، فلما تزوجها أراد أن يعيدها مما ذهبت إليه إلى السنة وإلى دين الإسلام كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذت به هي إلى مذهب الخروج، فصار خارجيا جلدا، حتى إنه عمران بن حطان هذا بعد أن كان سنيا جلدا وبعد أن كان سنيا صلبا في عقيدته صار خارجيا جلدا، حتى إنه وكان شاعرا مجيدا في الشعر مدح عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل الإمام علي. فبطانة السوء شيء خطير، خطير جدا، وعلى المرء أن يحاذر وأن يكون واعيا، لأنك لا تدري ما يتدسس إليك في هذا الزمان. قد يكون ظاهره منضبطا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبطل ضدها وعكسها، ربما يحاربها. العالم يموج بكثير من البدع، العالم يتلاطم بأمواج بدع متلاطمات لا يعلم حقيقتها إلا الله رب العالمين. فعلى المرء أن يكون واعيا. رائدك ومرشدك هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تسلم زمام قلبك لأحد. إنما هو الدليل، إنما هو الدليل من كتاب الله على مراد الله، ومن سنة رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الجميع يقول الكتاب والسنة، والكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فالكل يقول الكتاب والسنة، فما الذي يفصل بين هؤلاء وقد تضادوا وتباينوا واختلف بهم السبل؟ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة. وقال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كفانا مؤونة ذلك وحدد لنا، لما بين أن الفرقة الناجية الصفة الكاشفة فيها والعلامة الفارقة بينها وبين غيرها من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال عبد الله بن مسعود فيما نقله عنه البربهاري الإمام رحمه الله في عقيدته، وهو صحيح إلى ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، حدد لنا فيها المدة التي كان عليها الأصحاب فيما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وقد وقع الاختلاف، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فهل يتأسى بالأصحاب رضي الله عنهم فيما اشتجروا فيه؟ فيقول قائل: ولكن الأصحاب تنازعوا وحدث ما حدث، وعبد الله بن الزبير وهو من الأصحاب خرج على الدولة الأموية وكان ما كان حتى ضربت الكعبة بالمجانيق وحتى هدمت الكعبة، ثم كان ما كان من اقتتال في المسجد الحرام حتى قتل ابن الزبير رضوان الله عليه في المسجد الحرام وبجوار الكعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فيقال: هؤلاء الأصحاب الحسين ابن علي والزبير وعبد الله ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهما،
هؤلاء جميعا يحتج لهم ولا يحتج بهم، يحتج لهم ولا يحتج بهم. وقال عبد الله بن مسعود إن ذلك إنما كان إلى الاقتتال لما قال عليك بالأمر العتيق، وفسر العلماء ذلك قال فعليك بالأمر العتيق يعني ما كان عليه الأصحاب إلى الفتنة، والأصحاب لم يكونوا مختلفين بحال أبدا، لم يكن الأصحاب رضوان الله عليهم مختلفين في أمر يمس العقيدة لا من قريب ولا من بعيد. المهم